الفيديو ده مهم جدا لكل الصناعية اللي شغالة في مجال الدهانات. بتيجي ترش البويه اللاكيه او الدوكو وتفاجئ ان البويه بقت شفافه معاك ومش بتستر او بتغطي معاك من اول وش، فبتضطر تدي وش واتنين وتلاته علشان تستر وتغطي معاك. تابعني للنهايه في الفيديو ده علشان اقولك ايه سبب ان البويه بقت شفافه وايه الخطا اللي انت اخطاته قبل ما تشتغل بالبويه علشان يؤدي معاك للمشكله دي. السلام عليكم، معاكم احمد صبحي، يا رب تكونوا بخير. زي ما قلت في بداية الفيديو ان في بعض الصناعية بتشتكي من ان البوية شفافة معاها ومش بتستر من اول وش. في البداية بس احب اوضح نقطة ان المعلومات اللي احنا هنقولها دي او المشكلة اللي احنا هنشرحها دي خاصة بس بالبوية اللاكي والبوية الدوكو، اللي هي البوية اللاكي العادية دي والبوية الدوكو، البوية الدوكو العادي برضو، وكمان مش خاصة بنوع الشركة ده، باي نوع شركة. نوع الشركة ملناش علاقة بيه، انا بس جايب عينة للتوضيح مش اكتر. اللي بيحصل معاك علشان البوية تبقى شفافة، اول ما حضرتك بتشتري العبوة البوية او الدهانات، الدهان اللي انت هتشتريه ان كان زيت او لاكي، اول ما بتشتريه بتمسكه وتعمل فيه كده، بترجه. انت مجرد ما رجيت الرجة دي خلاص البوية كده بقت شفافة. استنى بس ما تستعجلش واسمع الكلام للنهاية علشان تفهم ايه اللي حصل والموضوع تم ازاي. المكونات الاساسية اللي مبني عليها البوية هو الزنك اللي مسؤول عن التغطية، واللون بتاع البوية ايا كان احمر اصفر اخضر ايا كان اللون، والزيت اللي هو المخصص للبوية اللي بيدمج اللون مع الزنك مع بعض ومسؤول عن لمعة البوية. التلات حاجات دول هم العوامل الاساسيه، مش كل المكونات البويه ولكن دي العوامل الاساسيه اللي مبني عليها البويه. اللي بيحصل ايه؟ ان الكيلو البويه ده مثال يعني لما بيقعد اكتر من 48 ساعه ثابت زي ما هو كده ما يتحركش نهائي، بتبدا البويه تتحلل عن بعضها، بمعنى ان الزنك بينزل تحت عشان هو اتقل حاجه او اتقل خامه موجوده فيها، بينزل تحت في قاع البويه من تحت، بينزل تحت خالص، بيرقد في الارضيه. بيطلع بعد منه طبقة اللون اللي هو اللون بتاع البوية، بعد منه الطبقة الأخيرة وهي الزيت بتاع البوية والورنيش مع بعض فوق، بدليل ان انت لما بتجيب كيلو زي كده من غير ما ترجه ولا تقلبه، مجرد ما تفتحه بتلاقي ان الزيت على الوش البوية من فوق، مسكت الزيت كده هتلاقيه شفاف على وش البوية من فوق. انت لما بترج الكيلو كده بيبدأ الزيت واللون عشان هما أخف حاجة يندمجوا مع بعض، مجرد ما ترج العلبة بيندمجوا مع بعض، إنما الزنك اللي هو مسؤول عن التغطية عن السطران رقد في الأرضية زي ما هو، ما تحركش من مكانه، فبالتالي البوية بقت شفافة معاك. الصح في العملية دي إيه؟ إن أنت ما ترجش البوية نهائي، أنت تفتح وتجيب القلابة أو أي حاجة تقلب بيها كويس جدا، تجيب القعر من تحت القاع من تحت وتقلبه كويس جدا. واحد هيقول لي طب ما انا بعد ما رجيت البويه قلبتها برضو مش هتستر معاك وهتبقى شفافه، لان الزنك مش هيندمج معاهم، الزيت مجرد ما اندمج مع اللون ما بيقبلش اي عنصر تاني يدخل ما بينهم، بيطردوا اوتوماتيك مجرد ما تضيف على البويه البنزين او التنر وتخفها، اول ما تخفها وتقلبها وتسيبها في ثواني معدودة بيبدأ الزنك ينزل في الأرضية اوتوماتيك تحت تاني، لأن الزيت بيطرده. ده الكلام ده في حالة ان هو ما اندمجش معاهم مع بعض في الأول خالص، علشان تدمجهم مع بعض لازم تقلبهم كويس جدا، ما ترجهاش، لو رجتها هتدمج الزيت مع اللون. يعني الملخص المفيد في الحوار ده يا جماعة ان انت لما تشتري علبة بوية زي كده ما ترجهاش نهائي، تفتحها وتقلبها كويس جدا علشان تدمج العناصر اللي موجودة في البوية كويس جدا مع بعض. طيب لو حصل وان انا رجيت البوية غصب عني او بتاع الدهانات رجها قبل ما يدهاني، الحل فيها ان انت تسيبها لمدة 24 ساعة علشان ثابتة زي ما هي ما تتحركش، علشان تبدأ ترجع لطبيعتها تاني وبعدين تقلبها وتشتغل بيها. واللي مش مصدق الكلام ده يا جماعة يجرب الكلام ده عملي، والتجربة خير دليل، وهيعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله او المعلومات اللي انا بقولها معلومات صحيحة 100%، لان دي معلومات عن تجارب انا مجربها شخصيا. ولو عايزيني اعمل فيديو عملي قدام حضراتكم خاص بالموضوع ده اكتبولي في الكومنتات، ولو اي حد حصل معاه المشكلة دي او ما شبه يعني او عنده معلومة عن الموضوع ده يكتبها لي في الكومنتات ويقول لي رأيه ايه. كده بقى احنا خلصنا معلومة النهاردة، حاجة بسيطة ولكن بتعمل مشكلة مع صناعية كتير وناس كتير بتشتكي منها ومش عارفة ايه السر او ايه السبب. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تعرف اول لما يوصل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.